إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدنا لكم في بث مباشر من هنا من أمام السوق النموذجي بالمدينة القادمة بمدينة الدار البيضاء. أكيد تبعتوا معنا اللقاء اللي كان ما بين المنتخب الإيفواري والمنتخب السنغالي، لقاء اللي انتهى بإصابة لمثلها يعني لا غالب ولا مغلوب. إذن حاليا المنتخبان معا سيلعبان ضربات الحظ الترجيحية. إذن أقول ضربات الحظ الترجيحية، الجماهير الإيفوارية والجماهير السنغالية هنا تقف على قدم وساق، تقف متشنجة. أكيد كل جمهور يتمنى المرور إلى دور الربع. بطبيعة الحال أسجل بكل فخر تواجد كذلك المشجعين المغاربة أكيد الذين يتابعون هذا اللقاء، يتابعون المستويات التي ستظهر بها المنتخبات. لربما المنتخب الوطني المغربي يصادف أحد هذه المنتخبات في دور النصف أو دور الدور النهائي، هذا ما نتمنى بطبيعة الحال. لكن حاليا نتحدث عن هذا اللقاء الهام. بكل صراحة المنتخب الإيفواري كبر خلال هذا اللقاء، لأن المتتبعين الذين تابعوا المنتخبات مع المنتخبين مع المنتخب السنغالي والمنتخب الإيفواري أكيد الكل كان يرشح، يعني على الورق الكل يرشح المنتخب السنغالي بحكم الأداء المتميز الذي ظهر به خلال هذا ثلاث مقابلات الأولى أو خلال دور المجموعات. يعني المنتخب الوحيد الذي مر بالعلامة الكاملة، انتصارات ساحقة، انتصارات يعني بالأداء بطبيعة الحال، لم يسرق هذه الانتصارات، هذا ما كان يرشح كفة المنتخب السنغالي. لكن العكس هو الذي حصل، المنتخب الإيفواري بعد الجرعة، جرعة الأمل، قبلة الأمل أو أكسير الحياة، الهدية المهداة من طرف المنتخب الوطني المغربي بعد الانتصار على زامبيا بإصابة لصفر، أكيد جعل الإيفواريين يتشبثون بالأمل مرة أخرى. وهذا ما لاحظناه خلال هذا المقابلة، مقابلة كبيرة للمنتخب الإيفواري بكل صراحة، مقابلة كبيرة 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 جدا للمنتخب الإيفواري. إذا قلت بأنه حاليا سيتم الاحتكام إلى الضربات الترجيحية، ضربات الحظ. نعلم بأن ضربات الحظ غالبا أو في بعض الأحيان تكون ظالمة خصوصا للمنتخبات أو الفرق التي تؤدي بشكل جيد على المستطيل الأخضر. إذا من سيمر إلى دور الربع؟ هل سيكون المنتخب صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيفواري، أم أن المنتخب السنغالي ستكون له الكلمة العليا للمرور إلى دور الربع؟ إذا في هذا اللحظات أكيد الكل على الأعصاب، شاهدوا معي كل الجماهير سينيغال، سينيغال إن شاء الله. إذا من الجمهور المغربي يشجع منتخب السنغالي، لله في أقول عفوا للناس فيما تعشق مذاهب بطبيعة الحال. السنغال مسلمين، كلهم مسلمين، حتى الإيفواريين فيهم إسلام الحمد لله، حتى الإيفواريين فيهم إسلام الحمد لله. إذا قلت بأنه كل جمهور يتمنى المرور إلى الدور القادم، دور الربع. شاهدوا معي الاحتفالات، الهزيج، الكل يعني فرح بهذا الأداء وهذا المستوى الذي ظهر به المنتخبين معا. بكل صراحة تحية تحية للمنتخبات الإفريقية، خصوصا خلال هذه الدورة شهدنا العديد من المفاجآت، العديد من المنتخبات التي كانت على الورق تعتبر ضعيفة وأخرى كانت تعتبر قوية ومرشحة للفوز باللقب، لكن لا شيء من ذلك حصل. هناك العديد من المفاجآت، نتحدث عن المنتخب الموريتاني، نتحدث عن المنتخب الرأس الأخضر، نتحدث عن منتخب أنغولا، نتحدث عن منتخب ناميبيا، منتخب الموزمبيق، العديد كما قلت من المنتخبات، منتخب غينيا الاستوائية، رغم يعني مفاجأة، منتخب الذي فاز بأربع إصابات مقابل شيء على المنتخب المنظم والمنتخب الإيفواري، وينهزم في دور الثمون أمام غينيا كوناكري. إذا كما قلت العديد من المفاجآت، لا يمكن التكهن بنتيجة المباريات بطبيعة الحال، وكذلك
لا يمكن أن نجزم بأن هذا المنتخب أو ذاك سيفوز وسيمر إلى الأدوار الأخرى. بطبيعة الحال هناك يعني ما يسمى العرق وهناك ما يسمى الجهد على المستطيل الأخضر، لأن هذا هو ما يحصل مع المنتخبات. هناك كما حصل اليوم مع منتخب السنغالي، الكل كان يرشح المنتخب السنغالي لكن المنتخب الإيفواري وقف الند للند. أكيد حاليا إذا ننتظر الضربة الترجيحية الأولى مشاهدينا الأوفياء، كما قلت ننتظر الضربة الترجيحية الأولى. لنشاهد معي الجميل هنا داخل المغرب في المملكة المغربية الشريفة، الجميل والأجمل هو هذا التلاحم. شاهدوا جماهير سنغالية، جماهير إيفوارية، جماهير مغربية هنا تقف أمام شاشة التلفاز تنتظر بشغف بحب من سيمر إلى دور الربع، من سيمر إلى دور الربع. لاحظوا مثلا هذه مشجعة إيفوارية، لاحظوا هذه مشجعة إيفوارية، يعني الكل كما قلت لاحظوا جميل جدا. عفوا اكيد إذن الضربة الترجيحية الأولى، إذن أول من سيقوم بتنفيذ ركلة الجزاء الأولى أو ركلة الترجيحية الأولى وهو المنتخب السنغالي، اللاعب رقم 3. إذن المدرب أليو سيسي على الأعصاب وكذلك الجماهير السنغالية والإيفوارية. إذن في التنفيذ الحكم يعطي الإشارة، اللاعب يستعد ويسجل. شاهدوا معي الجماهير السنغالية حاليا، إذا هذا هو الجميل والفرحة وهذا الشغف بين الجماهير. بطبيعة كل صراحة أجواء رائعة هنا داخل المملكة المغربية الشريفة، خصوصا هنا بهذا السوق النموذجي بالمدينة القديمة. لاحظوا يعني الجماهير كتقول بانه هنا عندنا يعني كيتفرجوا في الانترنت، ماشي حيت كاين بالمقابل معنا هناك احد المقاهي، فاكيد الصوره بالمقهى يعني سريعه نوعا ما على النقل هنا بالانترنت، لاننا حاليا اذا ما عرفتش واش في المقهى واش حاليا غادي يتم تنفيذ ركله جزاء او عفوا الضربه الترجيحيه الاولى لصالح المنتخب الإيفواري. هل سيسجل أم أن حارس مرمى المنتخب السنغالي ستكون له الكلمة الأخيرة؟ إذا ننتظر الحكم يعطي الإشارة، يسجل، يعني كاد الحارس أن يمسك بهذه الكرة. لاحظوا معي التفاعل بكل صراحة، شاهدوا التفاعل الجماهير. إذن إصابة في لمثلها، إذن ضربتين ترجيحيتين للمنتخبين معا، الكل نجح في التسجيل. إذن الضربة الترجيحية الثانية للمنتخب السنغالي يستعد للتنفيذ، ينتظر إشارة الحكم، وبالفعل الحكم يعطي الإشارة. هل سيسجل أم أن الحارس سيصد هذه الضربة الترجيحية الثانية؟ يسجل. شاهدوا معي التشجيعات متواصلة من طرف عناصر أو جماهير السنغالية هنا، أكيد نشاهدوا. إذا الحارس في جهة والكرة في جهة أخرى، إذا تنفيذ بشكل جيد. أظن هناك يعني تأتي أصداء من أحد المقاهي القريبة كذلك من هذا السوق النموذجي، وهي مملوءة كذلك بالجماهير الإفريقية.
جماهير المنتخبين معا. الجميل ما أحلاك يا بلادي، ما أحلاك يا بلادي، ما أحلاك. يعني بلاد الحمد لله تجمع كل أفارقة، كل العرب، ولله الحمد، والقادم أحسن وأجمل وأفضل بإذن الله. إذن يستعد لتنفيذ الركلة الترجيحية الثانية منتخب الإيفواري. الحكم يعطي الإشارة، يسجل 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 يسجل. إذن الحماس والتشويق مستمر، الحماس والتشويق مستمر هنا أمام هذا السوق النموذجي بالمدينة القديمة. كما قلت، هذا الشغف وهذا الحب ليس حكرا فقط على الجماهير السنغالية والجماهير الإيفوارية، بل كذلك الجماهير المغربية التي جاءت لتتابع هذا المقابلة الهامة. إذن يعني ركلتين ترجيحيتين ناجحتين لكل منتخب. إذن الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب السنغالي، الحكم سيعطي الانطلاقة، يعطي إذن ينفذ ويضيع، يضيع. لاحظوا هستيريا هستيريا هستيريا، يعني لاحظوا معي هستيريا. إذن هستيريا كما تشاهدون، هستيريا هنا. إذن المنتخب السنغالي يضيع الركلة الترجيحية الثالثة، اللاعب رقم 19. إذن شاهدوا هذا الفرحة لهذا المشجع الإيفواري لتضييع هذا الضربة الترجيحية الثالثة. وفي الجهة الأخرى جماهير المنتخب السنغالي، لاحظوا هذا العلامة، لاحظوا هذا المشجع يعني يضع يديه على الوجه. إذا أكيد تعبير على أنه غير راضي على تضييع الضربة الترجيحية الثالثة. إذا يسجل، لاحظوا إذن صراحة مقابلة فوق البساط الأخضر وأخرى هنا بالمغرب، مقابلة بالكوت ديفوار، مقابلة بالكوت ديفوار على الأراضي الإيفوارية، وأخرى هنا على الأراضي المغربية بين الجماهير السنغالية والإيفوارية. إذن كما تلاحظون ممنوع أننا نقلو الشاشة، لهذا نركز على الجمهور. إذن الضربة الترجيحية الرابعة، يسجل. إذن الضربة الترجيحية الرابعة للمنتخب السنغالي تسجل، لكن دائما التقدم للمنتخب الإيفواري. إذا استطاع لاعب منتخب الإيفواري تسجيل هذا الركلة الترجيحية الرابعة، فدائما سيكون تقدم للمنتخب الإيفواري. لكن إن استطاع حارس المنتخب السنغالي صد هذا، لاحظوا معي، إذا بالفعل، إذا استطاع المنتخب الإيفواري تسجيل هذا الركلة الترجيحية، فإذا لاحظوا لاحظوا التشجيع، هذه مشجع. إذن يستعد لتنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة. إذن يسجل. إذن يسجل. إذن مقابلة صراحة، مقابلة رائعة هنا على الأرض، هنا أمام هذا السوق النموذجي بالمدينة القديمة.
دهنا وياك دهنا غير دهنا ما تبي دهنا لان شاهدوا معي احد لاعبين ديال المنتخب السنغالي متحسر اذا ساديو ماني يسجل اذا الركله الترجيحيه الخامسه يسجلها المنتخب السنغالي اذا هناك فرصه امام المنتخب الايفواري اذا سجل المنتخب الايفواري هذه الركله فسيتاهل رسميا المنتخب الايفواري الى دور الربع اذا هل سيكون للحارس هنا ياتي دور الحارس هنا ياتي دور حارس منتخب السنغالي اذا استطاع التصدي لهذا الركله الترجيحية الخامسة إذن شاهدوا معي تشجيعات متواصلة للجماهير الإيفوارية للاعب الذي سيسدد الركلة الترجيحية الخامسة قلت إذا استطاع اللاعب الإيفواري تسجيل هذه الركلة إذن ميندي هل سيكون ميندي هو منقذ منتخب السنغالي سنشاهد ذلك بعد قليل اذا الحكم يعطي الانطلاقه يعطي الانطلاقه هدف اذا هنيئا شاهدوا هنيئا هنيئا اذا شاهدوا هستيريا 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 السيريا إذا السيريا قلت السيريا هنا السيريا بكل صراحة إذا هنيئا للمنتخب الإيفواري كما قلت قبلة الحياة التي جاءت من إذا لا السيريا إذا السيريا السيريا للجماهير الإيفوارية بهذا التأهل هستيريا هستيريا بكل صراحة هنيئا للمنتخب الإيفواري وحد أوفر للمنتخب السنغالي شاهدوا معي شاهدوا معي إذن مرة أخرى نهنئ المنتخب الإيفواري على المرور لدور الربع ونقول حد أوفر للمنتخب السنغالي إذن هذه الأجواء لاحظوا 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 اذا الاجواء لاحظوا الرقصه 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 الايفواريه الرقصه الايفواريه الرقصه الايفواريه شاهدوا اذا مرحبا فيليسيتاسيون 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 اذا هنيئا كما قلت للمنتخب الايفواري الايفواري حد اوفر للمنتخب السنغالي اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر شكرا لكم على حسن المتابعه نلقاكم في قادم من المواعيد في مقابلات تحياتي ميرسي بوكو ميرسي بوكو اذا قلت نلقاكم في مواعيد اخرى الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي هذا محدثكم ومبعوث شوف تي في مصطفى القرناوي امام سوق النموذج المدينه القديمه يحييكم واقول لكم تصبحون على خير الى اللقاء.